العديد من الألقاب بالنسبة للنادي الأهلي. الأهلي أن تفرح أكثر، على الأهلي أن تتوج في كل موسم، على الأهلي أن تضع بصمتك في كل مرة، على الأهلي يعني الحضور، على الأهلي يعني الكبرياء، على الأهلي يعني الريادة، على الأهلي يعني الصدارة، على الأهلي يعني تتويج الألقاب، على الأهلي يعني الأرقام القياسية، على الأهلي يعني بأن تسير بعيدا عن أقرب المنافسين، على الأهلي يعني بأنك أكبر كيانات الدنيا، على الأهلي دائما دائما حاضرا وفي كل مرة ما يسعد جماهيره. نعم في كل مرة في كل موسم على الأقل على الأقل يحقق لقب ويسعد أنصاره ومحبيه على مستوى كرة القدم وعلى مستوى أيضا الجماهير داخل مصر وحتى خارجها. عبد المنعم نعيم للأهلي، جحيم على الرجاء، يسجل ويعود يعود يعود لأنه الأهلي كان لابد بأن يعود. يأتي التعديل يأتي التعديل، لا 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 لا. واحد من أعظم الأندية في تاريخ كرة القدم الأفريقية والعربية بطبيعة الحال، بتاريخ كبير جدا وشخصية عظيمة جدا وتأثير مهم جدا في المباريات الكبيرة، وحتى وإن غاب عنا أسماء أو لاعبين شوفه من نوعية الأندية اللي لا يتأثرون لأنهم يستمدون قوتهم من اللون، من الشعار، من النسر، من هذه القيمة التاريخية على مدار أجيال طويلة في كرة القدم المصرية والأفريقية. دائما ما كان الرقم الصعب، ودائما ما كان الفريق الأقوى، ودائما ما كان يسجل اسمه بأحرف من ذهب في الكثير من المحافل اللي يستحق عليها بالتأكيد تحية والتكريم. وأيا كانت المحاولة وأيا كانت المشاركة ستبقى الأهلي سيدا لأفريقيا وملكا لها، ستبقى الفريق الذي يفوز باستمرار ويحتفل بكل إنجاز وكأنه بطولته الأولى، ستبقى الفريق الذي لا يسمح بالاقتراب هناك في أفريقيا والذي يستمر بعلاقته بالأرقام القياسية أيا كانت الأمور. نعم كنا نتمنى مشاركة مختلفة ووصولا للمباراة النهائية للمرة الأولى بتاريخ النادي الأهلي، لكن لأنه الأهلي سننتظره لأعوام قادمة ونحن على ثقة بأنه سيعود ولن يطول غيابه أبدا. في الجانب الآخر انظر إلى العاشقة، انظر إلى اللون الذي لا يختفي أبدا، انظر إلى سيد الألوان في أفريقيا، انظر إلى سوبر أفريقيا وملك القارة ومريدها الأحمر والفريق القياسي الأهلي الذي يريد اليوم والعالم الآن بعد أن سيطر تماما على القارة السمراء. اليونديان مجهود في نص الملعب، لاعب وسط لكنه يقوم بكل شيء، واحد من اللاعبين اللي لا غنى عن أدواره، لا غنى عن خدماته وما يقدمه. نعم يفتقدون إلى بيرسيتاو، نعم يفتقدون إلى أسماء أخرى المهاجمين والهدافين للفريق، سواء محمد شريف اللي لا يبدأ كأساسي واللي غاب عن المباراة الماضية، أو بيرسيتاو أو بقية الأسماء التي اضطرت إلى أن تغيب عن هذه البطولة لأسباب مختلفة، لكنه الأهلي من يحضر هنا يقوم بواجبه. لكن يحسب لهذا الكبير الرقم القياسي في بستة مشاركات سابقة، والكرة تتحول مرة أخرى من جديد لكي تأتي إلى هذه البطولة. عليك أن تمر عبر القارة إن لم تكن مستضيفا لأحداثها بكل تأكيد. وشتان الفن، الفلاشات في المدرجات، جماهير النادي الأهلي تشجع تواصل، جماهير النادي الأهلي تقف مع فريقها في كل موعد وفي كل توقيت. وانظر إلى هذا المشهد، الله على هذه اللحظات التي ينتظرون فيها بالتأكيد وصولا تاريخيا بالنسبة للنادي الأهلي. هذا الأهلي الذي يستمر في طموحاته التي لا سقف لها بكل تأكيد، هذا الفريق الذي يجعل من جماهيره تحلم ويجعلها تنتظر غدا ويجعل الدنيا أجمل بالنسبة لها. هذا هو النادي الأهلي
ولذلك هم في كل عام ينتظرونهم في موعد جديد. الأهلي يأتي إلى أبو ظبي بتاريخه الكبير بكل إنجازاته وألقابه وبكل تاريخه المنصع بالذهب وبكل ألقابه التي لا تتوقف، ولكنه يأتي بطموحات مختلفة عن كل المشاركات السابقة. أيوة وقابلت أنت يا لهب ولقيتك بتغير كل حياتي، ما عرفش إزاي أنا حبيتك، بس حبيتك وما عرفش ازاي يا حياتي. بإشارة طبعا الى هذا العشق الكبير الذي يجمع النادي الاهلي بمحبيه وما اكثرهم على مستوى المنطقة العربية وفي جمهورية مصر العربية. طاهر محمد طاهر، اي تغييرات يقوم بها؟ هذا ذيب، هذا ماضي، هذا كاسح كولر، هذا كولر. شوفك السويسري، شوفك الثقة، وشوفك عارف شو يعمل. الهلال 1 الاهلي 0، واسوأ مردود للاهلي في افريقيا من سنين. وانا عكس الطيار نقول الاهلوية وجمهور البيين انه هذا المدرب فلتة. هذا لن يقل على جوزي مورينو. الاهلي ما عادش تقولوا لي في المجموعات باش يخرج، والاهلي يعاني للصعود لدور الربع النهائي. الاهلي لما يمشي بهذه الطريقه في دور المجموعات تاكدوا ان اللقب في الاخير سيكون لصالحه. على افريقيا ان تتعظ وتفهم هذا السيناريو تقريبا صار 4-5 مرات توا في السنوات الاخرى. اهلي مجموعه سيء جدا ويعاني من دور الثمانيه يتغير. تصور انه الاهلي عمل 13 كلين شيت في 14 مباراة، هي بطولة الارقام القياسية للفريق الاحمر. خارج ارضية الملعب، ومن مين؟ من فتحي، حمدي فتحي، من صال وجاله بجانب سيد سادات افريقيا وزعيمها وكبيرها وهرمها الذي لا يمس ولا يخفى عن نادي الاهلي لسنوات وسنوات يبحث عن قيادة الموج. الليلة هنا للقارة الصفراء. فتحي تعرف افريقيا زين لانه كان بقميص سيد سادات افريقيا وزعيمها وكبيرها عن نادي الاهلي. يا سيد لوبيز، كرة بتمر الى خارج ارضية الملعب، 4 سنوات بجانب الوكرة بالنسبة للنجم المصري حمدي فتحي. هنا المساندة محمد عبد المنعم. يا سيدي امرك يا الاهلي، امرك يا سيدي، هذا هو اهلي. اكبر المواعيد، حديد في حديد، كبير افريقيا، بابا القارة، سلطان اللعبة، ريال مدريد افريقيا. يتغير الزمان والاهلي هو